النهارده هنعمل لكم سمك. طبعا احنا لسه في الصيام، بس طبعا السمك والحاجات دي كلها بتاكل في اي وقت. فهنعمل النهارده اكله من تاليفي كده. قلت بتعمل تشيكن مارسيلا، واي كانت وميك فيش مارسيلا؟ بس طبعا الصوص الغامق، امين المارسيلا لونه غامق، فانا قررت اعمل ايه، وايت واين، ونشوف هيطلع طعمه ايه. نقول الانجريديان بتاعتنا. عندي طبعا سامن، وعندي مشروم، وانا جايبه مشروم مش مقطع علشان اوري لكم، لان المشروم ده ليه طريقه معينه في تنظيفه. عندي هنا كوبايه تقريبا كريم، كريم صيامي، موكا ميكس او المود ميلك او اي حاجه من الحاجات الصيامي. في عندي نص كوبايه واين ابيض بينو جريشيو او اي واين ابيض. هنا في شويه دل عندي، وتوم، وشويه دقيق، وزي ما شايفين ليمونه، مش هستعملها كلها، هستعمل نصها. السبايس اللي عندي كمون، في شويه ملح هنا، وشويه فلفل، وده جارليك باودر. دول انا طبعا والماكسيم ان نتبل بيهم السمك. هنطلع فاصل صغير وبعدين نرجع نكمل الوصفه بتاعتنا. رجعنا لكم تاني. انا حطيت زيت هنا يسخن علشان انا المشروم زي ما قلت لكم قبل كده بيحتاج درجة حرارة عالية جدا عشان ما ينزلش المية بتاعته. طريقة تنظيف المشروم، طبعا ما نحطوش في مية خالص 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 خالص، ما يتغسلش حتى لو وسخ على الاخر. هنمسك ورقة كده نمسحه كويس قوي، ونضيع منه ايه، كل الحاجات اللي فيها، كل الوساخة اللي فيها، لان دمانت بتحطوا له ميه بيبتدي ينزل ميه اكتر، فاحنا مش عايزين ينزل الميه بتاعته. زي ما قلت انا هنا حاطه زيت نعلي عليه، وهنعمل السمك وكل حاجه ان سيم تايم. هنا ده المشروم خلاص نضفناه، طبعا هنقطعه، نشيل الحته اللي فوق دي ونقطعه ايه الترانشات اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعاه كله هنا جاهز، فده مش محتاجين له دلوقتي. اول حاجة هعملها هجيب السمك بتاعي، نشيل الزواق بقى عشان نشتغل فيه، لان ميبي ونحتاج تاني شبت، هنخلي الشبت انسايد، والزيتون اللي زوقنا بيه ده مش عايزينه برضو. هنمسك الخليط بتاعنا ده اللي هو زي ما قلت ملح وفلفل وكمون وشوية جارليك باودر، هحط على السمك بتاعي كده اهو. اوبس بس تو ماتش، نقلبه الناحية التانية. ونحط برضو شوية تاني نتبله كده. الزيت طبعا اكيد سخن قوي بتاع المشروم، فاحنا هنحط هنا المشروم بتاعنا زي ما انتوا شايفين، شايفين سخن ازاي. وبعدين المشروم ما نحركوش كتير، يعني احنا يدوبك كده ايه نخليه كله يبقى كفرد بالزيت، طبعا مش زيت كتير، بنحط شوية زيت صغيرة وكفرد، وبعدين نقلبه وانس النواي. نكمل اللي احنا بنعمله هنا، نحط باقي السبايس على السمك. طبعا الملح والحاجات دي جوست يور تيست، فملهاش عيار، بس انا تقريبا بحط نص معلقه في everything. وهمسك السمك بتاعي ده هحطه هنا
يتحمر ونعلي عليه برضو. نقلب بقى المشروم شوية كده تقليبة برضو تاني. زي ما انتم شايفين اللي تحت ابتدى ايه السوتيه يتحمر. نمسك السمك وممكن نحط دول طبعا. عشان نزوق بيهم. هخلي بقى السمك يستوي بتاعنا. تقريبا الثامن ما بياخدش كتير قوي، بياخد 4 دقايق على كل ناحية. انا مقطعه طين شوية. في نفس الوقت طبعا هنا المشروم بتاعنا ده على ما يتحمر ونلاقيه كده اخد لون حلو. هنحط عليه دقيق. انا هقطع هنا الليمون ده نجهزه. نجيب العصارة طبعا كريسمس كل حاجة حمرة. حلو اللون الاحمر في المطبخ. هنعصر هنا عصير نص الليمونه. شايفين بقى عشان بيتقلب كتير قوي ساعات ينزل ميه، فانا مش عايزه ميه تنزل لان انا عايزه احمر التوم بتاعي. هنا 5 تومات تقريبا هحطهم النصايد. نعلي عليه شوية. حمر التوم. ممكن ناخد شوية زيت من بتاع السمك ده لو محتاجين نقطتين يعني، او نحط شوية زيت صغيرة. بس تطلع ريحة الثوم. نقلبه ونحط عندنا هنا معلقة تقريبا او معلقة ونص من الدقيق. برضه يتحمر شوية كده. شوف السمك بتاعنا اخباره ايه. نقلبه الناحية التانية. طبعا الحتة الرفيعة بتستوي بسرعة. هنطلع فاصل صغير ونرجع لغاية السمك بتاعنا ما يستوي ونشوف هنعمل ايه في الصوص بتاعنا.
رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين السمك ابتدى يستوي، نوطي عليه شويه لغايه ما نعمل الصوص بتاعنا. اول حاجه انا هعملها في الصوص هحط شويه الواين دي واخليه يغلي شويه علشان يروح زي ما قلنا الكحول اللي فيه يطلع. ويغلي المشروم شوية وزي ما انتم شايفين ابتدى يعمل صوص جميل. نعمل بقى دلوقتي هنحط عصير الليمون ونحط شوية ملح وفلفل نص معلقة كده صغيرة، شوية فلفل اسود، ونحط الكريم اللي عندنا دلوقتي. التايم تو تيست الصوص زي ما تعودنا، نشوف الصوص بتاعنا اخباره عايز ملح عايز ليمون. صوص جميل قوي، بس عايز شوية ملح، نقطتين ملح يعني ولسين، نحط نص معلقة. بعدين دلوقتي هنعمل بقى نحط الشبت بتاعنا مع الصوص. نرفع السمك نجيب بقى السمك بتاعنا نحطه في الطبق. طبعا ساعات السمك بيبقى ده علشان ما فيهوش جلد من تحت، فساعات السمكه تتفرول، فنخلي بالنا واحنا بنشيله ونحطه. شوف الصوص الجميل بتاعنا ده بقى، شايفين ابتدى يبقى صوص، بنخليه شويه يغلي علشان يتقل شويه والشبت ياخد التيست الحلو، الصوص ياخد التيست بتاع الشبت. نجيب بقى اعرفها كده حلوه بدون التيست. فيه على الصوص ونحط بقى الله على شكل المشروم مع نخلي بس شوية من السمك باينة كده تدي منظر. ممكن الصوص طبعا يتقدم شوية زيادة تحطوه في طبق اللي عايز اكسترا. وبرضو عندي بقى شوية شبت زيادة كده نحطهم خضر كده على الوش
جاست للذواق يعني. وناخد واحدة كده ولا اتنين، حطهم كده في السايد. الشبت جميل، شكله جميل قوي، بيعمل اوردوفر وحاجات شكلها very nice لما بنزود الشبت. So anyway، دي كان الأكلة بتاعتنا النهاردة، ممكن نسميها نسميها مشروم ليمون سامن. اوكي، I hope you like الأكلة بتاعتنا النهاردة. It's a very nice meal. يا رب تعجبكم، جربوها، وأشوفكم في حلقة جديدة من مطبخ فافي. باي باي.